لمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات والتطورات في المشهد السوري ينضم إلينا من إسطنبول المحلل العسكري والسياسي أديب العليوي الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا بك أستاذ أديب. أستاذ أديب إن كنت تسمعني أسألك عن الرئيس الأمريكي الذي صرح بأن الهجوم على النظام السوري يمكن أن يكون وشيكا أو غير وشيك، تصريح ترامب لم يكن واضحا، كيف تقرؤون هذا التصريح وإلى أي مدى سيتراجع أو ينفذ هذه الضربة المنتظرة على النظام السوري؟ تحية للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة تصريحات الأمريكية والحشد الذي نلاحظه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للكثير من الدول، يعني هناك ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول العربية، قطر والمملكة العربية السعودية، حشدت الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية كل هذا الحشد، ويعني أوشكت الضربة يعني أو ساعة الصفر أن تكون قاب قوسين أو أدنى، ولكن في الواقع هناك تأخير، التأخير في تنفيذ الضربة تأجل 48 ساعة ثم 72 ساعة، والآن هو مؤجل إلى أجل غير مسمى. يترافق هذا يعني للأسف هذا التأجيل مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماتيوس، وزير الدفاع الأمريكي ماتيوس، التصريحات المحيرة الحقيقة والغريبة، حيث قال أعتقد أن هجوما كيميائيا وقع في سوريا، يعني بمعنى أنه يعتقد أن هجوما كيميائيا وقع في سوريا، وأيضا قال بأن أمريكا تبحث عن دليل. طيب إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية الآن تبحث عن دليل ويعني يعتقد أن هناك ضربة كيميائية، طيب لماذا تحركت يعني يا سيد ماتيوس إذا كنت تعتقد ذلك، لماذا تحركت المدمر الأمريكي دونالد كوك وتحركت حاملة الطائرات هاري ترومان مع 7 قطع بحرية، إضافة إلى الغواصات البريطانية وغيرها، كل هذا الحشد ولا تزال تعتقد؟ يعني هذه الحقيقة تناقض في السياسة الأمريكية. تماما. في هذا السياق وفي بالحديث عن هذا التناقض، ربما شلت تماما حركة الطيران على الأجواء السورية. من جهة أخرى بريطانيا لمحت بهجوم وشيك على النظام. برأيكم كيف بالإمكان فهم كل هذه التناقضات سواء على المستوى الأمريكي أو على المستوى الدولي والفاعلين الأساسيين في سوريا كل من روسيا والولايات المتحدة؟ نعم، أنا أعتقد يعني كل ذلك يخضع للمساومات والبازارات السياسية التي تجري الآن تحت الطاولة، وأعتقد أن هناك صفقة تلوح في الأفق، يمكن أن لم تظهر حتى الآن ولكنها تلوح في الأفق، ولاحظنا أن هناك مسؤول كبير روسي زار طهران يعني منذ أيام قليلة، أعتقد أنها من ضمن الصفقة، يعني هناك بازارات سياسية الآن يعني وصفقات تحدث تحت الطاولة لم تظهر حتى الآن معالمها، ولكن يمكن أن تظهر في الأيام القادمة، يعني بمعنى الآن يعني كل ما يجري على الأراضي السورية هو نتيجة لبازارات سياسية تقوم بها الدول العظمى، يعني بمعنى آخر ليس عطفا على أطفال الغوطة يقوم ترامب بكل هذا الحشد، وليس من أجل أطفال الغوطة، هي حجة حقيقة أعتقد أنها يعني تبغي من وراء الولايات المتحدة ترويض الدب الروسي ليدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني تكون السيناريو القادم للمنطقة يعني هو السيناريو الأمريكي، وتكون من يعني في داخل هذا السيناريو وفي داخل يعني المخطط الأمريكي والخطة الاستراتيجية الأمريكية تكون روسيا هي أحد لاعبينها، ولكن هذا السيناريو الأمريكي أستاذ أديب هل ترجحون أن يكون فيه ضربة ضد النظام أم أنه في حال عدم تنفيذ هذه الضربة سيغير الأمور على الأرض أو بشكل مدني من خلال تشكيل حكومات مؤقتة بديلة؟ يا سيدي الاحتمالات مفتوحة كلها، يعني بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي واجتماع وزارة الدفاع البنتاغون وجنرالات الأمريكية مع الرئيس ترامب، ووضع الرئيس ترامب بكل الاحتمالات بدءا من الحل السياسي وانتهاء او عفوا بدءا بالعقوبات الدبلوماسية دعيني اقول وانتهاء بعملية قطع الرأس
هذه كل الاحتمالات موضوع على الطاولة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أديب العليوي المحلل العسكري والسياسي، المعذرة للمقاطعة لضيق الوقت، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول.